السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بياند من البرامج القوية جدا في موضوع الريندر. طيب لو انا عايز ارندر صورة، فهاجي هنا في الاستوديو واقول له ان انا عايز ارندر صورة. طبعا كل ما تقف على واحدة بيبدأ يجيبها لك، وممكن تعمل غير الزوم او تغير اتجاه الكاميرا وتقول له ريفريش، فخلاص هو يسجل اخر لقطة موجودة عنده. تمام. نقول له ريفريش. طيب عايزين ناخد لقطة جديدة. من خلال الأسهم نقدر نحرك اتجاه الكاميرا، نصور الاتنين دول الأب وبنته، أو ممكن تكون بنت واحد صاحبه. تمام خلاص خدنا الصورة هيت. ممكن نقول له أنا عايزها 2D بالشكل دوت أو 3D. ممكن نقول له احنا عايزين نسجل فيديو، فأقول له اهوت. هو الفيديو ايه؟ عبارة عن اكتر من لقطة في اكتر من مكان. والكاميرا بقى تتحرك بين اللقطات اللي احنا عايزينها.